بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خير الكلام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. موضوعنا إذن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاءت هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، هذه العبارة التي بلغت المدى في التحذير من الشح، جاءت في عدة أماكن في كتاب الله عز وجل وفي مواضع ومواضيع مختلفة. وكلمة الشح أصابها ظلم الاعتقاد بأن في اللغة العربية أو في القرآن الكريم مترادف، وهذا ليس صحيحا، ليس في القرآن الكريم ولا في اللغة العربية مترادف، كما أثبتنا هذا في برنامجنا القديم الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم. البخل غير الشح، والشح غير البخل، ولكن شاع على ألسنة الناس أنهما واحد، فلان شحيح يعني فلان بخيل، وهذا ليس صحيحا. الشح والبخل الامتناع عن عطاء الآخر أو خدمته، هذا الفرق. الفرق أن الشح تمتنع عن عطاء الآخر بما لا تملك، يعني تمنع الآخرين من شيء أنت لا تملكه، بينما البخل أن تمنع الآخرين من شيء تملكه، فأنت لا تعطي مالك بخلا، لأن هذا مالك، لأنك تحب المال وتحبون المال حبا جما، فحينئذ هذا البخل أنك لشدة حب المال أنت لا تعطيه، ولهذا فإنك تفدي مالك بنفسك. إذا أراد أحد أن يأخذ مالك أو يقتلك تقول اقتلني، ويقتلك فعلا كما حصل في التاريخ، كما فعل مع المتنبي، كما تعرفون أن المتنبي فضل أن يقتل ولا أن يعطي ماله، وقد قتل فعلا. هذا البخل إذا بخلت بمالك بما تملكه. أما الشح أن تبخل بما لا تملكه حبا في هذا المكان، يعني مثلا في كل التاريخ وفي كل أجزاء الدنيا، إذا كنت في مكان ما تخاف من المستقبل، تخشى الفقر، تخشى المزاحمة، وأعطيت بعض الأشياء عطاء لك ولغيرك، فأنت لا تعطي غيرك، تأخذها وحدك، وهذا يحدث كثيرا. يعني مثلا واحد عين في وظيفة جيدة مرموقة ومدتها 4 سنوات، فإذا جاءوا عليه بعد 4 سنوات: يابا خلاص انتهينا، انت صرت عميد والعميد بالكلية 4 سنوات. فلما تجي السنة الرابعة يحزن ويتألم ويحاول أن يبقى ولا يخرج إلا يعني بأيام، يقول يا أخي سلم المفاتيح، سلم العمادة، اتفضل كذا، ما يطلع. أو واحد موظف كبير رحل على التقاعد ما يقبل ينصرف، يومين يا أخي خلاص أنت حتى على التقاعد، تعلم على هذا المكان 10-20 سنة، ما يستطيع أن يتركه. وقس على هذا مما تحرص عليه مما لا تملكه، فإن كنت تملكه فهذا بخل، أنت تملك هذه الثروة، كونك ما تعطي هذا بخل. أما أنك أنت، وطبعا عكس البخل الجود، وعكس الـ 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 يعني الشح السماحة، أنت سمح، يعني أنت عما انتهت المدة السلام عليكم، تسوي حفلة وتعزم الناس السلام عليكم مع السلامة إلى آخره، وتبقى أنت عزيز كريم. لكن طبائع الإنسان، يعني ما من واحد مرموق في مكان ما ومدته محدودة إلا في الساعات الأخيرة يشعر بألم لا ينام الليل، ويحاول أن يعمل المستحيل لعله يبقى أو يبقى أو يبقى.
يعني مثلا حتى في الأمم المتقدمة، يعني أنا أذكر مرة لما كارتر، وكارتر من رؤساء الجمهوريات العظماء في 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 أمريكا، تقول إحدى يعني كانت وزيرة من وزيرة خارجية عنده، تقول عندما لم يجدد له يعني فشل في الانتخابات في الجولة في المدة الثانية وجدته يبكي وهو كارتر. وكل الناس هكذا في التاريخ، في التاريخ ناس يعني. وماذا يصدر عن الشح؟ يعني في أحاديث عن الشح عجوبة، مش البخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وقطعوا أرحامهم. في التاريخ كله واحد صار كما قلت لكم في مكان عظيم، في وظيفة كبيرة، أعطي مالا أو أرضا أو إقطاعا أو مرعى كبير، هذا لك ولأهلك ولأعمامك ولقبيلتك، ما يعطيهم. قال أنسفكوا دماء بعضهم. يعني باختصار شديد معظم الحروب في التاريخ أسبابها الشح. مثلا حتى لا نذهب بعيدا مما لا نعرف، مما نعرف مصيبة الحرب بين علي ومعاوية، نحن نعاني منها إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم نعاني منها، ويبدو أننا سنعاني منها إلى يوم القيامة. هذا الذي يجري في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي الدنيا كلها، من المسلمين الإسلامية كلها، في أفغانستان وفي باكستان، هذا الشح الذي أصاب معاوية فأخذ حقا ليس له واستولى عليه ورفض أن يعطيه لصاحبه، يعني حارص على شيء لا يملكه وليس له فيه حق، هذا الشح. لكن أما لو جاء واحد على الأقل يعطيني 1000 درهم وما أعطى، هذا بخل، لا هذا يملكه. قص على هذا في التاريخ. المجالس، يعني أنت لاحظ كل لاجئين، كل اذهب إلى معسكرات اللاجئين، ليش هذه الآية استثناء ورب العالمين خلدها؟ لأن استثناء. الآن أنت لو ذهبت إلى الصومال، الله يفرج عليهم إن شاء الله، أو ذهبت إلى السوريين الموجودين في تركيا وقد شردوا من ديارهم، أو إلى 5 مليون عراقي مشردين في الديار في الصحراوات، هذول قد تأتي منظمات دولية تعطيهم ملابس، تعطيهم طعام، تعطيهم أشياء أخرى، من شدة الخوف الذي هم فيه والخوف من المستقبل. لو رأى واحد إلى جنبه يموت وهو عنده زيادة لقمة خبز ما يعطيه، يقول لك هذا خلي الأولاد حتى بكرة لا أموت، هي مش ملكه، ملك هذه الناس. لو واحد أعطوه هذه 5 أرغفة وزعها على 5 عوائل ما يعطيه، في الغالب أكو ناس مو كلهم، لا طبعا الشحيح فقط الذين ذمهم القرآن، هناك أناس وقاهم الله شر الشح، بل يعطي حتى يعني هو اللي هذول مدحهم رب العالمين. أهل المدينة لما جاءوهم أهل مكة مهاجرين جوعانين عريانين تاركين نسائهم وأطفالهم وأموالهم، جاءوا مصلخين ما عدا ستر العورة ويقتلهم الجوع طبعا، ومكة لا تقل عن هذا مأساة، وما المدينة ما تقل عن هذا مأساة. ومع هذا أهل المدينة خرجوا من بيوتهم وسكنوا المهاجرين. يعني أنا أذكر في دول، في بعض مدن العراق في هذه الأحداث الأخيرة عندما خرج أهل بغداد من الحرب وذهبوا إلى 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 مدن أخرى بعيد عن معارك الحرب، في مدن يعني قفلوا أبوابهم وقالوا يا بخرج هذه إيجار، هذه بيوت الإيجار، هذا طعام الإيجار. وفي مدن فعلا فتحت أبوابها وكل عائلة سكنت في بيتها عائلتين مجانا سكنا وطعاما. هذا شحيح لأنه يعني هذا بخيل، لكنه لو وزعوا عليهم مواد وأخذها يعتبر شحيحا. لو كان هناك مدرسة أو بيت مال دولة ومنعوهم من الدخول إلى هذا الشح، أنت بخلت أو حرصت على شيء لا تملكه. تتبع العالم اليوم ترى هذا، يعني كل اللي يحجون، أعتقد إذا سمعني بعض الناس الذين يحجون كيف نتنافس في المعسكر في عرفة في المخيم، يعني في مجال أمامك، في جنبك مكان ممكن واحد ينام فيه ما يعطي، يا أخي ما عندي مكان أنام فيه، يقول لك ولو، بل حتى على المرافق
يعني لما في مرافق مالت الدولة مسويتها المملكة السعودية بعرفة مستحوذ عليها الناس ما يخلون آخرين يدخلوا فيها. هذا الكون هذا من طبائع الكون، ومن يوق شح نفسه فأولئك. ولهذا رب العالمين قال المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فعلا لاحظوا نفسكم لما يكون مجلس مرموق باحتفال أو مثلا في مكان عند وجيه أو عند دعوة وليمة مثلا، ودخل واحد وما في يعني في بين كل مجالس وجلس 5 أصابع ممكن يعني شوية يستلصق، لما يبقى قاعد مترفه وما يخلي هذا يفسح له حتى يجلس. هذا من قوانين الإنسان، وقال الشح من الأنفس من قوانينه، وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني عليك أن تعرف بأن قانونك أن تكون أنت حريص على هذا الذي هو للدولة أو لغيرك أو للمساعدين أو لمن أعطاك، أنت ما تملكه لكن أنت تحب أن تتملكه وتحرم الآخر. لماذا خوف؟ يعني أنت لما ما تكون بخيل بمالك تخشى من الفقر، لكن هنا الشحيح يخشى من سوء الحال في حال في اضطراب في مظاهرات في مشكلة إلى آخره. هذا يسمى الشحيح الذي يبخل بما لا يملك، وهذا كل معسكر وكل لاجئين وكل سفر وكل حجيج وكل رئاسة وكل وظيفة وكل واحد مرموق في دائرة في وزير أو مدير عام أو عميد كلية مثلا يعني أو رئيس. قلت لك عن هذا هو شو الأشكال الآن في سوريا وفي اليمن وفي والله بصراحة مصر وتونس ما كان ليش لم يكونوا شحيحين الشهادة لله، يعني لم يعرف المصريون ولا التونسيون الشح في هذا الذي جرى لهم. تفضل عمي هذا احنا مالكم وسلام عليكم في مال الله. أما في سوريا وفي اليمن والبقية تأتي، يعني هذا ما تملك أنت لك مدة 4 سنوات، أنت حطوك رئيس جمهورية 4 سنوات، شو صلك 54 سنة أنت وأبوك؟ هذا مش شح، هذا مصيبة السودة، يعني هذا شح قاتل. ولهذا كما أن السماحة والجود تورثها الآباء للأبناء، حاتم الطائي صار له 1800 سنة يحمد بأنه حاتم الطائي، وباقل واحد اسمه باقل كان بخيل وشحيح من 1500 سنة يذم إلى اليوم. هكذا الحكام، هناك حاكم استقال والله. ولهذا أنا أقول من هنا لا ينبغي للمصريين أن 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 يضيفوا إلى حسن مبارك هذا الذي يجي. يكفي أنه قال سلام عليكم وتنحى وما قتل منكم أحد ولم يثبت عليه أنه أمر بالقتل، يكفي أنه كفاكم هذا الشر الذي يجري في غير بلادكم. وهكذا أهل تونس، وأما كانوا إذا أخذ مال ما أخذ مال هذا طبيعي في كل الدنيا. شاهدنا إيش البقر الشح أن تبخل بما ليس لك، وهذا من قوانين البشر. جبلت الأشغال وأحضرت الأنفس الشح قانون، ولهذا الذي يتغلب على هذا القانون كان يتغلب على شهوته. زين للناس حب الشهوات من النساء، من الذي لا يشتهي النساء؟ واحد منكم زعتهم امرأة من ذات منصب وجمال قال لا إني أخاف الله رب العالمين كسيدنا يوسف، وحينئذ هذا شيء عظيم. ولهذا خلده القرآن الكريم في سورة اسمها سورة يوسف، وهو بطل العفة، بطل محمد بطل في كل شيء، سيدنا عيسى بطل في المعجزات، سيدنا موسى بطل في كذا، كل واحد، سيدنا إبراهيم بطل في القراءة إلى آخره، سيدنا يوسف بطل في العفة. مش سهلة، ملكة أميرة وهو مقطوع، وراودته عدة مرات قال لا إني أخاف الله رب العالمين، خلده التاريخ. هكذا يخلد التاريخ الذي يوقى شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ، وفيك معنا كل الخير. مرحبا، تفضلي. سؤالي ممكن أن يكون خارج موضوع الحلقة، أرجو أن يكون من ضمن الحلقة. والله يا دكتور أنا سنين وأنا أحاول أتفهمكم، ولكن فينا جد طبعا مواضيع مختلفة، ولكن سؤالي بهم يلا تفضلي يختلف. تفضلي. أنا سمعت أمس حديثكم في قناة دبي وفكرت أن أتراجع عن السؤال،
ولكن بما أن يسر الاتصال فسأسأل عن الموضوع. يعني اللي هو أنا أرملة يعني من سنين طويلة ولدي ولد عمره 14 سنة. أيوة. والله وخضت بي تفكيري وأفكاري إلى أن كود في مواضيع الفقه والإسلام بخصوص الزواج المتعة والزواج فما رأيكم يا شيخ في هذا الموضوع؟ أنت الآن ما عندك زوج؟ أنا أرملة. أرمل طيب وبالتالي أرملة منذ سنين طويلة يعني مرت وأنا أرملة. وأنت تحتاجين زوجا أليس كذلك؟ طيب هل خطبك أحد؟ هل خطبك أحد؟ يخطبون ولكن ليس في مقام إني أوافق عليهم خصوصا إني أشتغل. طيب أشتغل وعندي سكن وعندي سيارة وعندي كل إمكانيات الحياة متوفرة. أنا فاهمك يا بي، أنا فاهم قصدك. شوفي إذا جاءك يا رجل نقي نظيف يريد أن يتزوج وأن يتفادى الحرام ولكن لظرفه ولظرفك أنت ما تريد يكون زواج اعتيادي ومشهور ولائم ولا لا، زواج شرعي فقط حلال وحرام كما قلنا كثيرا. ما أنت بما أنك أنت أرملة بشاهدين لاحظين وكتابة ورقة موثق عليها من الشاهدين ومنك ومن صاحب ومن هذا الزوج وتتزوجان على سنة الله ورسوله وهذا هو زواج المسلمين من أول الإسلام إلى هذا اليوم، ما في لا محكمة ولا قوانين ولا أبدا، هذا زواج بغض النظر عن كونه محمود أو مذموم في المجتمع، ما لنا شغل حلال ولا حرام. حلال. شروط العقد، أول شرط الانعقاد الإجاب والقبول، زوجتك نفسي قبلت. اثنين شروط الصحيح، شروط الصحة لما حتى يصير صحيح شرطين، الولي الولاية للباكر وشاهدان، إذا غير باكر شاهدان فقط وتوكلي بالله. أنا فاهمك، فإذا جاءك واحد وزواج مش متعة، اوعي تقولي متعة، زواج اعتيادي كامل بدون أن تعلم أنه هذا أسبوع ويومين وساعة وساعتين، هذا ما يجوز، هذا عند الجمهور المسلمين، وأنا عند هناك من رأي يقول هذا قضية ثانية. إذن لك في هذا الدين سعة، إن الدين الذي يضرب الزاني بالحجارة حتى يميته يفتح أبواب كثيرة لكي لا يزني الزاني، وإنما بينه وبين الحلال شعرة، بين الحلال والحرام شعرة. وكلي بالله. من معي؟ يلا يا محمد فضلي فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك وعمرك ونسمع منك دائما النصائح الحلوة. اليوم كان اكو برنامج الأسوة الحسنة على نور دبي بمحمود صدفة شفناه. يعني ما اكو نساء بس رجال، ليش من المحاضرات اكثرها اللي حضرتكم والشيوخ والعلماء موجودة نساء ورجال؟ يعني كانوا اليوم بس رجال، ما يعني ما يغيب فد محاضرة أو فد ندوة من هاي محاضرات تكون قيمة الأسوة الحسنة أو غيرها أو نفس المحاضرة مع اليوم، يعني يكونون نساء ورجال. يعني ولا بنتي هذه الأسوة الحسنة كانت في مسجد، في محاضرات بدأ يسوون يعني يسوون إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إحنا أكثر من مرة سوينا محاضرات عند في جمعية النهضة النسائية، محاضرات عدة وفي أماكن أخرى وفي جمعيات أخرى وفي أماكن أخرى كثيرة، لكن حقيقة ما تعلن، كان المفروض تعلن في الجرائد. على كل هي هذه محاضرات لحي معين او 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 رواد مسجد معين، وان شاء الله اذا حبيتوا احنا ما في مشكله يعني ان شاء الله. فلا احنا لك تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا. انا فلاح من العراق. حياك الله. شيخ انا من رمضان لحد الان مواظب على الاستيقاظ قبل صلاة الفجر بنص ساعة. جميل. هل هذا يعتبر من القائمين الليل إن شاء الله؟ طبعا 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 بإذن الله، ما دمت قبل الأذان قبل دخول الفجر وهذه تهجد حتى لو صليت ركعة واحدة، صلوا من الليل ولو بقدر فواق ناقة، حلب ناقة، وحينئذ عليك أن تعرف بأنك من أهل الليل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
فزمرة الذين يقومون الليل الذين قال الله تعالى عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن الليل فتهجد به نافلة لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنت من هذا القليل الذي عندك نصف ساعة تتوضأ صلي ركعتين فأنت منهم لأنك من نفس الزمرة. أنت في الزمرة التي يصلي فيها واحد 50 ركعة ولا 200 ركعة ولا كما كان عبد الله بن عمر 400 ركعة ما أدري كم، أنت وإياهم في زمرة واحدة وتوكل على الله. طيب كمل إلى أن نرجع على موضوعنا. إذن هذا هو الشح. الشح أن تحرص على شيء لا تملكه. ليش؟ هو محبوب مرغوب، مال، اجتماع، شهرة، من انتحالات. التاريخ مليان بانتحالات قصيدة شعرية رائعة للمتنبي لأبو العلاء ما أعرف أين، يجي واحد يقول مالتي. الآن في أحد الدول العربية كتاب مؤلف واحد، وبعدين هذا الكتاب مترجم والكتاب حصل عليه جوائز، يجي واحد آخر غير الاسم فقط عنوان الكتاب وطبعه باسمه ونشره بالجرائد. إحنا هذا يسمه شح. أنت تحرص على شيء لا تملكه. وقص على هذا كل من يحرص على شيء لا يملكه يعني في ناس مسابقة إلى اليوم جميع الدول الإسلامية والعربية زراعية، واحد إلى جنبه بير يسقي من لغة. طب يا أخي خلي الآخرين. لا ما يخلي أحد. قبل أن تكون الحكومات في أواخر أيام الدولة العثمانية كانت هذه الآبار في الصحراء قبل على الإبل، تهاجر على الإبل وتسافر من العراق إلى الشام إلى اليمن إلى أفريقيا، كل مكان على الإبل. وفي كل منطقة بعيدة في يعرفون في ذاك المكان في الصحراء في بئر، كما حصل سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكم؟ قالت لا نسقي حتى الزرع ما يخلونا نسقي احنا. هو مش مهد على العامة لكن يخوهم. وحيث هذا الذي عنده او مرعى للغنم يقول هذا فقط إلي، ما حد او مكان مال يعني يخلي سا يقول لك هذا مش إلي. هذا كل شح. انت تحرص وتبخل بما لا تملك. حديثنا عن هؤلاء البخل، لا انت عندك فلوس مليونير بس ما تعطي أو تعطي قليل، هذا حر، هذا أنت حر فيه، هذا مالك. البخل مذموم ولكن الأذى منه ليش؟ الشح. ليش الشح هذا؟ في قتل. هذا شو تقول أحد؟ إياكم الشح. فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، قتلوا الناس، ذبحوا الناس، على هذا مالتي، يابا مو مالك هذا يا ابن الحلال، لا. أنا أولى به وما خلي أحد يجي ورايا ولا أبدا، ولا أحد يرعى ولا أحد يقتل. ويا ما ناس قتلوا في الصحراوات قبل، يحكون أبائنا قبل أبائنا يتاجروا على الإبل. يعني واحد ماسك بندقية على البير ما يقبل أحد يسقي لتعجب يعطيني ريال أو مجيدي أو كذا أو ليرة. يا أبا ما عنده هذا ومالتك. في ناس العصبية يضربوا قتلوا. وهو هذا مش هذا شحيح بمال الآخرين بمال الله. الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والمرعى، زين؟ نعم. المهم وحينئذ نقول علينا أن نعرف بأن الشح مصيبة المصائب. ما قتل الناس في حديث يقول ما هلك ما محق، يا الله يا الله، ما محق الإسلام محق الشح شيء، ما محق الإسلام محق الشح شيء، ما شيء أذى الإسلام كالشح. ليش؟ إحنا إلى اليوم نعاني هذه الانشقاقات وهذه الأمة التي تتمزق الآن شيعة وسنة، هذا كله بسبب شح الأمويين وهم معاوية ومن بعده على شيء لا يملكونه وإنما يملكوه غيرهم، هذا ملك آل البيت إلى هذا اليوم 15 قرن. ولهذا الشح مصيبة. تبخل مالك، أنت حر، هذا مالك، لا تسفق، إذا تعطي زكاة أكثر خيرك. لكن خذ كل العالم، يعني هالآلاف اللي يقتلون الآن شنو ذنبهم بالضبط؟ بالضبط كما حصل بين علي ومعاوية، بالضبط آلاف تقتل على إيش يا أبا؟ أنت رئيس جمهورية عمرك 4 سنوات، روح 8. هذول الغربيين ده تراهم كل ما هيطلعوا صح يبكي، كلهم يبكون. طلع هذا كلينتون طلعت يبكي كما تقول أولبرايت، يقول وجدته يبكي، وكارتر طلع يبكي،
يا أخي هذا رأيي، هذا رأيي. يبدو هذا الكرسي كلش مهم، بس مو يعني ما تملكه، اطلع وانت حزين حزين روح لك شغلة ثانية ما يمسكون فيه. احنا مو بس نبكي، نقتل الآخر ليش ولا أنا أبقى؟ وفي حين ملوك من أب عجد، عوائل كريمة أصيلة كانوا رحماء بشعبهم، أسعدوا شعوبهم وأغنوهم، وعشرين ثلاثين أربعين سنة انتهوا راحوا وما طلعوا ببساطة وبهدوء كالسنوسي والملك. الملك بعض الملوك قتلوا مساكينهم لا يستحقون هذا، فانتقم الله من شعوبهم. إذن هذا هو الشح. مصيبة الأمة الإسلامية منذ أن جاء الإسلام إلى هذا اليوم هو الشح وليس البخل. الأمة مش بخيلة كما يقول كما 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 يقول شوقي، ساوى محمد عليه الصلاة والسلام بين الفقراء والأغنياء بالزكاة، أقصد بين البخلاء والكرماء بالزكاة. كل مسلم يدفع زكاة إذا ليس بخيلا، المسلم الذي يدفع زكاته ليس بخيلا، وحينئذ صار كل المسلمين كرماء من حيث ما فينا بخيل. تدفع أنت إذا عندك 40 مليون تدفع مليون، هاي مو لعبة. لكن الشح قتل الأمة ومزقها ولا يزال يمزقها، ويبدو أن هذا قائم إلى يوم القيامة كما في الحديث: سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها، أو يلبسكم وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. هذا الذي يجري، شيع وأحزاب وجماعات ومدروسة من عدوك. يوم جابوا لنا شيوعيين 40 سنة ذبحونا وقتلونا وعلقونا على أساس هذول بطنيين ومش عارف مين وإلى آخره، وبعدين جاء ناس وراهم همت على أساس هم أصحاب الوحدة العربية والمش عارف حزب البعث وما حزب البعث، يجيبوا الذين من ذير وحد الأمة، وسحلوا وقتلوا وعدموا وذبحوا إلى هذه الدقيقة. وراها جونا ناس مطولين لحاهم قصير ثيوب على أساس إحنا كلتنا مشركين، ويزالوا يذبحون في الصومال وبالعراق وبالأفغانستان وباكستان. اللي وراهم مين جايين عارفين مين راح يجي، كل واحد 20-30 سنة جاي يذبح 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 إلى يوم القيامة. سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. طيب يلا، إذن هذا هو الشح. فعليكم أن تخلطوا بينه وبين البخل. البخل بالمال، الشح بشيء لا تملكه، أنت تبخل بمالك تحر. فلما أتاهم من فضله بخلوا به أموالهم. هذا لا مش مالك يا ابن الحلال، هذا مال الدولة، مال الأمة، مال الناس، مال كل الآخرين، لا أنا فقط. وهذا الذي كما قال: ما محق الإسلام محق الشح شيء. ليش؟ فتن ومم، قتل علماء وقتل فقهاء وقتل قادة وقتل ملوك، والله العظيم يسفون الدنيا. تصور علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر اللي هم خيار الكون يقتلون لأنهم كفار. جاءهم واحد كان عبد وبعدين هذا حرره وجابه قال يا ابا مرتكب الكبيره، هذه مشكله بنقتله كما هو الان. الان هذول جماعه تعرفوهم اللي يسموهم وهابيه ويسموهم مش عارف سلفيه ويسموهم، انتهى دورهم الان، في غيرهم جاي. قتلوا الاف، قتلوا علماء، والله في العراق ذبحوا علماء المسلمين هناك ذبح الخراف، ما بقوا لنا ولا عالم من علماء السنه، على كلهم مشركين. زين، وهكذا عملوا في الصومال، في افغانستان، في باكستان، الآن راحوا جاي اللي بعديهم. وهكذا هذا الشح الذي يعتقد كل واحد غبي وحيوان وبليد ويريد الله أن يضله. وحقت عليه كلمة الله ألا يؤمن كما قلنا بالأمس، وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كل من خرج من هذا الدين بطائفة أو حزب أو فئة واستحل دماء المسلمين لن يؤمن. وحكينا الأمس بيش ناس تعبد حجر وناس تعبد قبر وناس تعبد مدري إيش، وناس تتهم المسلمين كلهم بالشرك، وناس تجيب المحتل، يا الله. وما فيهم، وبيهم طبعا علماء وأفاضل ومفكرين وكتاب وشعراء، يا مليانة
ما فيهم واحد يقول هذا شو يسوي؟ احنا ناس أمة محمد، ده كل الأمة واحد، المسلمون سواسية كأسنان المسلم، ما فيه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بعد إيمانهم، خرجوا من الأمة بطائفة، بفئة، بحزب، بجماعة، ويعتقد أنه أولى الناس هو هذا الشح. يعني جير الإسلام كله حضرته والباقي كله مشركين، هذا هو الشح. ومن يوق شح نفسه. فرب العالمين سبحانه وتعالى امتدح أهل المدينة. الصورة المدينة هذولا بشر، والإسلام جاءهم سماعا، النبي صلى الله عليه وسلم لسه في مكة بعد ما جاءهم، سمعوا بهذا الدين وراحوا بيعة العقبة وما بيعة العقبة وكذا إلى آخر، راحوا يتقابلوا شافوا قالوا هذا رسول الله وجو. وإذا مكة اللي فيها محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما أقيمت الجمعة والناس يصلون مختبئين، بل بالمدينة لا صلاة جمعة وجماعة زين. وهؤلاء الناس لما جوهم المهاجرين، مش واحد اثنين، جت نصف مكة، نصف مكة جاءت مهاجرة. شلون الآن السوريين يهاجرون في كل مكان، واليمنيون الآن بكم يوم بعد راح يهاجروا، حتى الأفندي واحد منهم يبقى يصير رئيس إلى آخره. وفعلا جت مكة كلها مهاجرة، والمدينة صغيرة. الآن المسجد النبوي الشريف، المسجد النبوي الشريف هذا كله المدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مصار التوسيع أمام المسجد النبوي، طبعا كانت شنو بيوت عشش، كل أربع خمسة أمتار هذا بيت. هذا العشش اللي ما تتجاوز فعلا مسافة الحرم النبوي الآن، هذه استضافت أهل مكة كلها من المهاجرين. تصور، قال له هذا بيتك، احنا طالعين. وفعلا راح طلعوا قاعدوا بالنخيل تحت النخلة جلس، وهذا المهاجر جاي هو وأهله وزوجته قاعد بهذا البيت، واللي عنده زوجتين قال له تعال عمي تيد هذه وهذه أطلقها وزوجها أنت، واللي عنده ابن زوجها، واللي عنده أكل أعطاه، واللي عنده ثوب أعطاهم. هذا استثناء خيالي. هذه أول ما أشرق الشمس الإسلامي على هذه الأمة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، أهل المدينة تبوأوا دارهم، دار الهجرة والإيمان، الله أكبر، من قبلهم أبدا. يا الله يحبون منها، مش ضايقين. يعني احنا كلنا الآن لو جونا ملاجئين هلا حياكم الله تفضلوا، بس مو ضايقين. وين نروح؟ جونا الناس يلا يا أم فلان سوي لهم عشاء، ما عدنا عشاء، يعني حنلوم نفسهم تعبانين. هم فرحوا، يحبون من هاجر إليهم حتى بقلوبهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا شيء. مرحة شو أخذوا؟ كل أخذوا، كل شيء أخذوا، أعطاهم الفراش وأعطاهم الأكل، وإذا عنده زوجتين أعطاه زوجة، إذا عنده بنت زوجه بنت. هذا رب العالمين فدحهم وخلدهم إلى يوم القيامة، هؤلاء أهل المدينة. وإلى هذه الساعة إذا ذهبت إلى المدينة تعرف وتحس بشيء لا تحسه في مكة إطلاقا، وهذا مجمع عليه. وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يشرف المدينة بموت النبي، وأن يكون قبره الشريف هناك، وأن نزوره كلما ذهبنا نحج أو نعتمر. إذن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياك أن تتمسك بشيء ليس من حقك. يعني مثلا كلنا شحيحون في الشارع، شارع هايوي كما يقولون بالفرنجية، احنا ثقفنا شوي قمنا نحسب الهايوي. وبعدين يا أخي أنت على هذا السايد، أنت تجي وحدك ولا واحد من الناس عملها مرات، أنا والله أعملها وكثير غير يعملونها، مر على الخط، مر على الخط، مر على الخط، مر على الخط. يعني أنت تسبق الناس، مو هذا يسعى للجميع، ليس مو هايوي السريع، هذا السبيل إلى الله، هذا السبيل هو الهايوي، وعلى الله قصد السبيل. هذا السبيل إلى الله يتسع لكل الناس، أنت طريق الله واسع، يتسع للمسيحي ولليهودي وللصابي. ما دام تقول لا إله إلا الله فهذا طريقك مع الله، لا أنا فقط ولكم كلكم كفار دقلكم، شو هذا؟ أما الآن إحنا في الطرق كلنا أصحاب شح، تضايق يمينك وتضايق لسارك. هو هذا حوادث السير، شنو هذا من الشح؟ إيش معنى سيارتك تضرب سيارتي وأنا واقف؟ أنت مستعجل لفندي، كأن هذا الطريق طريق أبوك، هذا مو ملك أبوك، هذا ملك الدولة، والدولة تقول لك يا أخي هنا 60 داخل دبي 60 بفلان مكان 80 بفلان مكان 100 بفلان مكان 120 أنت طالع على 400 شو؟ هذا شح. أنت تستأثر وتمنع غيرك بشيء لا تملكه. فالشح في حياتنا على هذا الأساس. جرب نفسك في عزاء أو في عرس أو في اجتماع
مكانك مو ممكن شوي يعني تتفسع. لا انا قاعد مفروش والناس واقفه ما لاقي ما لاقي تجلس. نسمع هذه المكالمه. يلا يا منوره تفضلي. يلا الو مرحبا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. نحبك في الله. يا رب يحفظكم اهل العراق ان شاء الله يفرج عنكم. امين يا رب. قولي يا بنتي. الو تفضلي قولي. قولي شيخنا انا عندي سؤال بالنسبه للشيخ. رب الاسره شحيح بالصرف على عائلته. ايوه يعني هذا شنو حكمه بالقران او بال شحيح على ايش بيه الشحيح؟ بالمصرف يعني. يا بنتي وصار ساعد نحكي اذا قلنا هذا بخيل، قلنا هذا بخيل، اذا بالفلوس هذا بخيل يعني بخيل. شحيح 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 يا ام نوره، اذا ابوك جابك فلوس وهذا يحصل كثيرا، انت عندك راتب وجاء هذا اخذها هذا شحيح، اخذ شيء مو اله. ابوك اعطاك فلوس او جاك ورث من اهلك واخذهم هذا شحيح. ويحصل كثير ان بعض الازواج كل ما ياتي لزوجته يستولي عليه، هذا شحيح. اخذ شيئا ليس له ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ورب العالمين عز وجل عندما خلق الجنه وخلق قصبتها يعني عاصمتها عدن قالها تحدثي، قالت يا رب قد افلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ولا قاطع رحم. البخيل فكيف الشحيح؟ البخيل بماله، أنا عندي 10 مليون درهم وعلي زكاة أعطي أدفعها مثلا مليون درهم، نصب ربع مليون درهم مثلا، لكن ما أعطي أكثر من هذا. الفقير على الباب ساعتين ما أعطي، ما عندي روح، أنا أعطي زكاة والسلام، هذا بخيل. لكن زوجتي زوجتي جاها مليون عندها مرتب كل راس شهر أحطه بجيبي، أعوذ بالله، والله مو رجال هذا. أو جاءها ورث من أهلها أبوها أعطاها هدية مبلغ تأخذ كل جيبيه. وإذا ما عند مثل ما قالت مرتنا هذه الآن أم نور ما أعرف يمكن إيه أم نورة، حينئذ والله العظيم كل رجل يستولي على مال زوجته وهذا المال من فهو شحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الذي لا يوقى شح نفسه فأولئك هم الخائبون. لا يعرف جنة الفردوس أبدا، جنة أخيرا هاي مع وطبعا بالأخير حتى الراقصات والمومسات والزبالة والخونة، ما دام يقول لا إله إلا الله موحد مصدقا بها قلبه حيخش بالنهاية، فيمكن يخش بهاي الجنة. أما جنة المؤمنين الفردوس يا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، هذا شيء ثاني. منو معنا؟ يلا يا أخي يا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هلا حبيبي صار شوي بطع على التلفزيون الله يرضى عنك. أنا حبيت أسلم عليك بس والله. يا بتسلم. سلمت إن شاء الله أنت وأهلك ومن تحب بارك الله فيك. يلا يا أحمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والرضا. الشيخ أنا كلمة مثل المصريين يقول حلقة في وذنك يعني قلت أنت قبل الله يطول عمرك بخصوص المعاقين. أي. ملوك أهل الجنة. أي والله. فالذكرى تنفع المؤمنين. أيوة. وبس جزاك الله خير. أنت 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 شو موضوع شو موضوعك؟ موضوعي يعني أنا لا أريد فتنة ولا أريد شيء، أريد طال عمرك أن يعني تذكر هذه الشريحة من البشر. والله يا أخي الكل يعرف هذا، والله هنيئا لمن وفقه الله لأن يكون في حياته واحد من هؤلاء. شوف رب العالمين فتح أبواب الجنة على مصاريعها، ولهذا قال لا يدخل النار إلا شقي. قد أكون ضعيف العبادة، قد أكون عندي معاصي، بس أنا في حياتي واحد صديق أو غير صديق معوق وأكرمه، والله حتخش الجنة على ما طول شكل. واحد يقول لك وين رايح بدون جواز سفر بعد لا إله إلا الله. ولهذا هؤلاء فعلا ملوك الجنة يا ابني. وهنيئا لمن يعمل في دار الاحتياجات الخاصة، أو عنده قريب، أو عنده ولد، أو عنده صديق، أو يعرف واحد، أو طلبه واحد
وأكرمه. يا سيدي إذا كان لكل صديق شفاعة فكيف هؤلاء وهم الملوك؟ يوم الجنة كل من هو معوق بالعمى أو بالعرج ما يبقى أي عوق بعقله، هؤلاء يوم القيامة أسيادنا أسيادنا. فتصور أنت هذا الذي أعطيته أنت 1000 درهم مثلا، أو أعطيته هدية، أو فرحته بالعيد، أو حتى مسحت على رأسه بهذا العمل البسيط، حيشوفك قل تفضل تعال، يشوفك مرعوب وخايف وعليك حساب وكتاب، قل يا ربي هذا أعطاني، قل له خذ بيدي أخيك للجنة. إذا كان شربة ماء، يا ربي إن هذا وهبني وضوءا أعطاني شربة، كنت عطشان وأعطاني شوية مي، قال له خذ بيدي أخيك للجنة. فهنيئا لمن كان في حياته أحد الناس الذين يحبهم الله. هؤلاء يحبهم الله، كل المعاقين هذا أحباب الله. إذا حب الله عبدا ابتلاه، ويبتلي الله العبد على قدر حبه له وعلى قدر إيمانه. ولهذا هنيئا لمن كان في حياته أحد المحتاجين أي المعوقين يحبه، بين حتى بالكلمة الطيبة. في ناس في معوقين ما يحتاج، هو ما شاء الله من عائلة من بيت كريم، قد يكون موظف، لكن في أنس مرحبا بالتليفون كيف الحال، يدعو يدعى، يعني صار صديق. هذا بهذه الصداقة بهذه الأخوة بهذه المعرفة ولو بسقيا ماء تدخل الجنة من غير حساب. والله يا أولادي، والله يا أولادي كما قال سيدنا عمر، لو لم يدخل الجنة إلا واحد لا رجوت أن أكون أنا، لشدة الأبواب من باب الرحمة، ورحمته وسعت كلها. هذا من جملة. في واحد ما في بحياته واحد صديق أعمى أعرج في مرض، يعني ما أكثر البلاء، السكر وسرطانات وإلى آخره، أو واحد غريب أو واحد يتيم، هؤلاء هم ملوك الجنة. فإياكم أن تحرموا أنفسكم من هذا. على كل حال، رسول الله حسن الخاتمة، بعد الفاصل نكمل. إذن هذا هو الأمر، ومن يوق شح نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا الله، أعطت الدولة المساعدات الجماعة الخيرية، أعطتنا كل واحد كيس طحين، إحنا ملاجئين، إحنا فقراء، إحنا في الصومال، إحنا في العراق، ها؟ وبعدين أنا شوف جاري عنده كذا، قلت فضع عني هذا أدنى خذ لك. يا الله يا الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا أعظم عطاء وأعظم كرم جهد المقل، كما قال عليه الصلاة والسلام، تمرة. واحد قال اتقوا الناول بشق تمرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. واحد أعطى تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. حينئذ هذا 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 ما يملك غيره، هذا الذي يملكه، هذا الذي يملكه. يلا يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ يلا أبو محمد. الله يبارك فيك. شيخي أنا أريد أتكلم عن طريق موضوع الطرق إلى المرحوم دكتور حمد الكويسي شقيقك. تفضل. كنا في مجلس وذكر به يقول العلم يخبرنا بأنه سنة 2001 قبل وفاة الله يرحمه، سنة 2001 راح تحدث أحداث جسام تصير بالمنطقة. أيوة. ويعني حروب وقتال وخاصة في العراق. طيب. يقول العلم يخبرنا بهذا الشيء، لكن لحد الآن ما صار هذا الشيء. فأنا أريد تفسير هذا الموضوع إلى حد ما ظلت بنفسي يعني. كيف ما صار؟ هذا حقيقة حديث عن ابن عباس، مدينة على شط الفرات كذا يخسف بها في آخر الزمان، وقد خسف بها، هي حمرة صفرة، في أكثر من هذا يصير؟ يصير بعد؟ نعم دكتور، لكن هو تحدث من 2001 يعني. لا هذا يعني قال يعني بعد قال احتمال احتمال يعني خلاص، ما حد يعلم الغيب إلا الله. بس آمنت بالله. قال تفسير إنه شنو يعني اللي علم اللي حدث عنه دكتور حمد؟ حديث يا ابني، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتالي على لا تقوم الساعة حتى لا يكاد يدخل العراق قفيز ولا مدن ولا درهم. شنو يعني اللي معناها حصار وحروب وإلى آخره، مدينة على شط الفرات أو بين النهرين يخسف بها في آخر الزمان، يخسف عن الدم. تعال شوف حالها، انت وين بغداد؟ هو انت اللي شوف بغداد، هذه هي هاي مال قبل 10 سنين، هذه الان الخرابه التي كانها مقبره، خلاص خسف بها هكذا. اذا صحيح هذا. على كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل العطيه ما كان من معسر الى معسر. يا سلام يا سلام، وحينئذ هذه قضيه معروفه، افضل العطيه جهد المقل. وقالت الحكماء القليل مع من القليل أحمد من الكثير الكثير. واحد ما يملك إلا هذا، ما يملك إلا هذا، أعطاه خلص انتهينا هكذا.
ولهذا شو يقول الشاعر؟ يقول فلو لم يكن أحد يمدح واحد كريم كان يعطي كل شيء، فلو لم يكن في كفه غير روحه، ما عنده غير بس روحه لجاد بها، فليتق الله سائله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله. هكذا منو معنا؟ يلا يا أحمد يطالب، فضل فضل أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ على هذا البرنامج. أريد فقط أن أداخل بمداخلة. تفضل. كيف يمكن للإنسان أن يطيع شحة؟ يعني على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات منهن شح مطاع. أحسنت، وهو المتبع. شح مطاع. نعم. فإذا وصل الإنسان إلى أن يطيع شحة، يعني هل يكون من الأخطرين أمانا؟ يا ابني الشح هذا قانون، كل إنسان كريم وجواد ومعطاء ووقاه الله شح نفسه، هو نفسه فيها شح، يتمنى أن يكون هذا، بس ما هو عنده كرم أخلاق عالية، ولهذا ما في واحد ما في شح، بل رب العالمين يقيه شح نفسه، كل إنسان في نفسه شح، فإذا الله وقاك هذا الشح يا ابني، أولاد آدم ما عاد قتل الثاني شحا، وحينئذ هذا من قوانين الإنسان. يعني صور أنت وعائلتك لاجئين كالصوماليين كالعراقيين كالسوريين كاليمنيين كالليبيين، وزعوا لكم الدولة كل واحد مثلا رغيفين خبز وزجاجة مي، وأنت 10، طبعا قطعا ما تعطي من أحد ولو هي مالت الدولة، لكن ما تعطي، في ناس ما تعطي، والله لو عاد 50 زجاجة و500 رغيف تدخرها للزمان، ما عارف شو يصير فينا. أكو واحد يقول حتى كل أحد يأكل، إلى أن شاف الناس كلهم اكتفوا وقال أكلوا، جاء واحد قال لهم هو شوف رب العالمين ليش مدح سيدنا علي والفاطمة، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سيدنا علي كان صايم وسيدة فاطمة كانت صايمة، ولما يبدأ يفطرون طلب بعضهم غير رغيف خبز واحد، طرق الباب قال أنا سائل، قال أعطوه هذا الرغيف. في اليوم الثاني نفس الشيء، جاء سائل آخر قال أعطوه إياه. ثلاث أيام بقوا صائمين بدون طعام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح. أنا واثق أن سيدنا علي يتطوى جوع والسيدة فاطمة يتطوى جوع ويتمنون يأكلون، بس خلاص نفوس الكرم، وهذول أسياد الدنيا أنت تصلي بهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولهذا الله مدحهم بالقرآن لأن الله وقاهم شح أنفسهم. يعني أنا إذا أنا جوعان وعندي عيال وما عندي غير رغيف يجي نسال أعطيه ولا يموت، ما أموت عيالي؟ لكن في ناس تخلي يقول خلي يموت عيالي، يا الله هم هذول أحباب الله ملوك الجنة مش أنا وأنت. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بيش أفلحوا بالفردوس؟ قال قد أفلح المؤمنون. والشيء سهلة، يمكن كل مليون بيهم واحد يوق شح نفسه. هذا الشح قانون يا ابني. يلا يا مؤيد فضل. مؤيد السلام عليكم شيخ أحمد. وعليكم السلام وبركاته. مؤيد معك، حياك الله. الله يخليك، حاب أسألك يعني إنه مثلاً أنت شح النفس، إيه؟ المفروض يكون الإنسان لا تكون ذو مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط، إيه؟ فكيف حنسوي الموازنة بهذا الموضوع؟ واضحة جداً جداً جداً. أنت هذا أول، هذا يتكلم على قضية ما فيها مشاكل. هذا الآية ها، هذه ما في اليوم الاعتيادي، هذا الشح في أزمة، الشح لا يكون إلا في أزمة، وهذا قال على أزمة المهاجرين في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاج. يعني الصوماليين جونا بدبي، جونا بمليونين صومالي، والله ما تتذكر أنت برمضان شي يصير برمضان في كل بيت في الإمارات في 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 خيمة وكل الناس تأكل. تصور لو أنا حاشا إن شاء الله الله يبعد عنكم الشر، تصور هناك أزمة في هذا البلد في يوم الأيام، ومع هذا الناس بهالأزمة، وهذا حصل في التاريخ. يعني قبل ما رب العالمين يفتح عليكم الخير يعني نسمع قصص أن بيت فلان الفلاني وفلان العائلة الفلانية في الإمارات كانت الناس في مجاعات، هذا أيام العثمانيين، وفي بيت العائلة تبقى 4-5 أيام ما تأكل، تعطي الأكل للجيران والضيفان وللناس السايعة في الطريق. هذا ومن يوق شح نفسه في الأزمات. هذه الآية تتحدث عن الأزمة، أما في الحالات العامة
انت يعني مو انت افرض عندك مليون تعطي المليون، لا اعطي الزكاة وشوي فوقها، لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففوا. للناس هذا هو الحل الاسلامي العقلاني الحقيقي. انت افضل غني، الغني الشاكر افضل من الفقير، واياك ان تاخذك الهوايه تعطي كل شيء كل شيء، لا فقط في الازمات في المجاعات. هذه الايه تتكلم عن المجاعات، انت حريص على ما في مي، يعني الان فعلا في دول ما فيها مي وما في، انت عندك شوي على شان عيالك، عندك اطفال ومع هذا تعطيها. والله انا ما اعطيها لو اموت، شنو هذا؟ انا خلي طفلي يموت ما اتحمل، هذا مش انا، هذا حاتم الطائي عملها، يعمل علي بن ابي طالب، انا لا حاتم ولا علي، انا رجال غلبان. لكن ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، وهذا موجود صح، قله قلبه موجود. ورب العالمين ها جعل القيقل وقليل من عبادي الشكور، قليل، قل يا رب اجعلني من هذا القليل لعل الله يفعل ذلك. يلا يا ام فاطمه. مساء الخير يا دكتور. هيا ام فاطمه، كيف حالك؟ كيف حالك يا دكتور؟ انا من ليبيا يا دكتور. من اي مكان في ليبيا؟ من ليبيا، من زهره. عندكم مي؟ لا الحمد لله، الحمد لله احنا منطقه الزهره فيها ميه، لكن عندنا سرت وبن وليد ما فيهاش ميه. يا رب يرجع عليهم، يا رب يرجع على سرت وبن وليد، يا رب يرجع عليهم، يا ادع علينا يا شيخ، ادع عليهم بالرحمه والصفقه. يا الله انا واثق ان الله سيسال رب العالمين سيفرج عليكم وسيجعل بلد ليبيا بلدا عظيما كما هو دائما، شعب موحد كريم. يا دكتور وقد سجلتم رئيس الدوله كان شح على الشعب الليبي، خيرات عند الشعب الليبي لكن شح، بس سجلت موقف يا دكتور. على كل حال ان شاء الله خير. يا حي الله يا حي الله فاطمه. يلا هكذا هو الامر اذن. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم اياك والهلع. ايش قال الحديث؟ قال شح هالع، اتخاف ان الله هو الذي يرزق وهو الذي يعطي، هو ان شكرتم لازيدنكم، وما من ملك ما من مساء الا ملكان يناديان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، والله ما نقص مال من صدقة وما نقص مال من أن تؤثر أخاك ولو كان فيك خصاصة. هذه صفات العظماء، هذا دين أخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، أقربكم مني أحاسنكم أخلاقا يوم القيامة، أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن من أعظم الأخلاق هذا الذي تورثه إلى أحفادك بعد 100 سنة. حاتم الطائي إلى اليوم كل ما يقول أنا طائي، كان يعطي حتى ولا يأكل، ويعني يؤثر على نفسه مرة ولو بالعمر، مرة سويها. عندك حاجة، عندك ضيوف، عندك أمر طفل مريض، عندك ما عندك غير لقمة خفيفة في البيوت في الدول اللي فيها أزمات، عندك شوية طعام لعيالك أعطيه لجارك الجوعان مرة في العمر، تبعث مع زمرة الذين وقاهم الله شر أنفسهم. فنسألوا تعالى أن يجعلنا من الذين وقانا الله شر أنفسنا وشر الشح. وحينئذ بهذا يوم القيامة أول من يدخل الجنة الأسخياء، إن الله اصطفى هذا دين لنفسه، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما. وأن يقيك الله الشح، هذا سخاء وحسن خلق. هكذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.